وقت النشرة تكشف قوموا يلا ظهار ما في شغل حاجر نفسك ليل نهار. من وراء يعني اللي قطعنا فيه ريسنتلي من 2019 والثورة والقصص كلها اللي صارت بلبنان تسكير البنوك وهالقصص وصلنا لمطرح وين انه صار اللبناني عايش بفاز وين ناطر شو الكارثة الجاية. عجل فول أزمة كبيرة بلبنان حظك دايما في هالبلد كتير تعبان مالي شبال ملا ترجيه يا زوار. وقت خلصت الثورة كان اللبناني عنده شوية هوب انه they're expecting change وهيك بس بعدين القصص بلشوا ينهاروا أكتر وأكتر سو صارت انه شو الشيء اللي ناطرينه وبعدين اجت الكورونا as the nail on the coffin يعني ولحق دورك شو ما صار أمن أكلك دفع بالليرة مش دولار عبي وحوش كله هالي يا ستار. فهيدا الفيديو it was really positive كل العالم يعني كتير حسوا انه مثل كأنه it portrayed them exactly القصص اللي عم بيقطعوا فيها صار من سنة ونص ف I think it did really well يعني هيدا واقع منه حلو بس انه it is what it is عرفت يعني هيدا هو الواقع اللي نحن فيه هلا فانه we can either keep repeating it forever أو we can put an end to it and change things. لو ظاهر دبر حالك بالمشوار معطسة ودي أزور الجنة وعالنار شوف